هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن فوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني أشاعت أجواء التفاؤل بمواصلة طريق الانتصارات للمنافسة على بطاقات التأهل إلى الكؤوس العالمية والقارية، مشيرا إلى أن أبناء البحرين كانوا رجال المواقف الصعبة وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد شهد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا والتي أقيمت على أستاد البحرين الوطني. وأكد سموه أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة كبيرة أمام المنتخب الإيراني وظهروا بمستويات رائعة طيلة المباراة، وهو ما يدل على عزيمة وقوة اللاعبين وإصرارهم على رفع راية المنتخب والتنافس بكل قوة من أجل الظفر بالبطاقات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا. وبيّن سموه أنه لمس أثناء زيارته للمنتخب الوطني الإصرار والعزيمة في نفوس اللاعبين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، وقد أوفى اللاعبون بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم بالفوز بالمباراة والوصول إلى النقطة السابعة التي أشاعت أجواء التفاؤل بمواصلة المنتخب لمسيرته في التصفيات بكل ثبات وعزيمة وقوة. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه بعد الفوز على الجميع طي هذه الصفحة والتفكير في المباريات المقبلة للمنتخب الوطني لتحقيق المزيد من النقاط التي تضمن مواصلة المنتخب لمسيرته في التصفيات بكل ثبات. وأشاد سموه بوقوف الجماهير البحرينية خلف المنتخب الوطني باعتبارها السند القوي والركيزة التي يستمد منها اللاعبون قوتهم وعزيمتهم، معبرا عن ثقته بأن الجماهير البحرينية ستواصل حضورها ودعمها للمنتخب طيلة مسيرته في التصفيات. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالروح الرياضية العالية في مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني والتنافس الشريف بين المنتخبين، مشيدا في ذات الوقت بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الإيراني في المباراة.